دانا، الكل بدهن يعرفوا ليش هربتي ورحتي، بس أنا بعرف ليش هربتي. أنت بتحبي الحرية كتير، وأنا عازرك حبيبتي. بهالحالة اتركني روح. هالشي مو بإيدي وحدي بابا، نحن عيلة كبيرة عايشين حياة مشتركة، يعني منقرر كل شي مع بعض. بابا أنا عندي أحكي بحب واحد. هالشي كتير طبيعي لك بنتي، الحب مو عيب. يعني اشتقت له، هذا هو السبب. هلا هذا هو سرك؟ شوفي لازم نحب بعقلنا كمان. يا الله دخيلك، بنتي كبرت بدون ما حس وصارت تحب كمان. يا حبيبتي يا دانا كبرتي بسرعة. مرحبا. مرحبا. مو رايحة على الشغل؟ والله أنا عندي اليوم درس كمبيوتر، بس بانا بدياني. ايه روحي بعدي عن ماما قد ما بتقدري، لأنها رح تسألك كمان. ماشي. شو مبكرة اليوم؟ أنا أصلاً ما نمت، عم فكر بالكلام يلي قاله عمي. كتير خايفة ليكون معه حق، يعني لو ما عنده مشكلة ما كانت هربت. أكيد هالبنت مخبية علينا شي. أنتم مكبرين الموضوع، ما بظن أنه في مشكلة ولا شي من هالحكي. لا لا لا، أنا أمو بحس، قلبي محسسني أنه دانا عندها مشكلة. شريف شوفيني سخنان شوي. زمان كنت تتحسسي حرارتي بشفافك. أنا مالي حاسة بحرارة أبداً. شو بك أحمد؟ خليكي جنبي شوي. ما بقدر، الشغل لفوق راسي، بعدين لازم شوف دانا. أنا كمان محتاج لك، ولازم تحسي فيني شوي يا شريفي. إيه والله زمان، صرنا مدة طويلة ما قعدنا مثل هالقعدة الحلوة مع بعض. بدك تعذرني بابا، المحاضرات بالجامعة أخذة كل وقتي. بطبخ لك اليوم بامية ورز؟ أوه أهلاً نور خانم. مرحبا. صباح الخير. أهلاً. صباح الخيرات.
رح اجيب لك كاسة شاي. شكرا لك عمو. تفضلي عادي. ندى بدي احكي لك شغلة. العشاء ما كان منيح؟ لا بالعكس منيح كتير. مهند لطيف كتير بتصدقي؟ أكيد صار يحبني. لك مبارح حملني. نور أنا ماني فاضية هلأ، آسفة عندي محاضرة لازم ألحقها. مرحبا. مرحبا بأخي الصغير. أنت منيحة؟ لا مبارح كنت مثل مضروب على راسه. دانا مشان الله تسامحيني. بسيطة، يمكن أنت معك حق. ليش؟ ليش خبيتي كل هالوقت؟ وشلون قدرتي؟ هي قصة طويلة كتير. احكيلي أنا سامعك. لا ما في شي ينحكى، هيك صار. فهمنا أنك تخبي عن أمك، بس تخبي عني أنا كمان؟ كنتي بتحسني تخبريني. صدقني أنا كنت حابة أحكي لك، بس الحياة أخذتني ولهتني عنك. مهند لازم سافر، أنا تاركة ألمى عند ناس وما بعرف إذا كانوا عم يديروا بالهم عليها ولا لا.